بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هل المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى؟ طبعا هذا التفسير محدود جدا أيها الأحبة، وليس تفسيرا شاملا. طبعا هو ورد في التفاسير، ولكن ينبغي أن نذكر كل أوجه التفسير، لا أن نأخذ ومضة واحدة من التفسير ونقول إن المفسرين أو فقهاء المسلمين اعتبروا فقط اليهود مغضوب عليهم. هناك من المسلمين أو من يدعون الإسلام مغضوب عليهم أكثر من اليهود، هناك من المنافقين والمجرمين والمشككين والملحدين الكثير أيها الأحبة. لذلك تفسير هذه الآية ينبغي أن نفهمه بطريقة تناسب القرآن. كل من لا يلتزم بأوامر الله، كل من يحارب الله، كل من يؤذي الناس، كل من يحاول أن ينشر الفساد في الأرض، هذا غضب الله عليه، وبنفس الوقت هو من الضالين. وكل من يوهم الناس بشيء خطأ، كل من يحاول إضلال الناس، هذا من الضالين. كل من يعتقد أن الخمر حلال، هذا من الضالين. بغض النظر أيها الأحبة، القرآن دقيق جدا أحبتي في الله. القرآن لم يصف المسيحيين أو اليهود بالكفار، وصفهم بأهل الكتاب دائما من أول القرآن إلى آخره. وإذا أراد أن يصف طائفة منهم بالكفار يحدد. القرآن دقيق جدا، انتبهوا أيها الأحبة. لذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذا من بعض أهل الكتاب هناك فئة كافرة، من المسلمين هناك من يكفر، من اليهود هناك من يكفر، من البوذيين هناك من يكفر. فلا تستطيع أن تعمم على كل أهل الكتاب، وبخاصة أن لدينا آيات في القرآن العظيم لا نستطيع أيها الأحبة أن نجد لها تفسيرا، إلا أن نعترف أن هناك من أهل الكتاب سواء من اليهود أو المسيحيين أن منهم مؤمنون بالله وسيدخلون الجنة، ولكن نحن لا نعلمهم. هذا بنص القرآن. الله تعالى يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. انظروا هنا لم يسمهم كفارا، سماهم أهل الكتاب، وهكذا في كل القرآن. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذا هذا تصريح واضح أن هناك من أهل الكتاب من هو مؤمن، ولكن كما قال تعالى: وأكثرهم الفاسقون. إذن أحبتي في الله، أنا بالنسبة للشخص الذي يخالفني في العقيدة أنظر إليه نظرة أنني أحب له الخير، أحب له الهداية، ليست نظرة عدائية. على فكرة المؤمن لا يعادي أحدا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له عدو واحد هو إبليس، لأن الله قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ لأنه لا أمل من هدايته. أما كل البشر على الأرض هناك قابلية للهداية، فما دام هناك إنسان لم يأته الموت بعد، إذن هناك قابلية أن يهديه الله، قد يكون على يديك أو يدي غيرك. لذلك عندما يعني تنظر إلى هؤلاء الملحدين أو المخالفين لك في العقيدة، في الدين، في المعتقد، في المذهب، تنظر على أنهم بحاجة للنصيحة والهداية، هكذا سوف ينتفعون منك، سوف تدعوهم إلى الخير، لأن أعلى أعمال وأعظم أعمال يحبها الله هي الدعوة إلى الله، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك أنا لا أستطيع أن أنظر إلى الشخص المسيحي أنه ضال وأنه في النار وأنه كافر ثم أعمل على هدايته، هذه النظرة سوف تبعدني عنه. لا، أنا أنظر له بمودة وأنظر له بمحبة، وأنني طبعا أنا لا أحب معتقداتي، لا أؤمن بها، ولكن أنا أعمل على أن يهديه الله، أن أكون سببا في هدايته. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نوسع نظرتنا للقرآن العظيم، وأن نفهم هذه المفاهيم بشكل يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.